اليوم بنسوي لكم وصفة صحية اللي هي تبولة الشمندر. أول شيء راح أبتدي أقطع الشمندر. عندي هذا الشمندر مفور ومقشر، هذا الشمندر صار عندنا جاهز. راح أضيفه على البقدونس اللي قصيته من قبل، الحين راح أبتدي أقص الطماط. نضيف الطماط، بنبتدي نجهز صوص التبولة. عندنا هني زيت زيتون، كاسة شاي وكاسة شاي عصير ليمون. أول شيء راح أضيف العصير، أضيف زيت زيتون على حسب الرغبة، نضيف شوية نعناع مجفف، شوية ثوم على حسب الرغبة. عندنا هني الملح وشوية فلفل أسود، ونخلط الصوص، وكذي صار الصوص عندنا جاهز. نضيف البرغل، مقدار نصف كاس منقوع في الماي، ولا تنسون تضيفون البصل الأخضر، حلاتها بالبصل. هذا صوصنا راح نحطه فوق التبولة، ونخلط سلطتنا. سلطة صحية ومفيدة ومشبعة، تقدرون تسوونها ويا المشاوي أو حتى على العشاء. هاي سلطتنا صارت جاهزة، علينا وعليكم بألف عافية.